يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه نهايه اسبوع نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يكون يعني بدايه خير، لانه احنا بنتكلم في عد تنازلي خلاص بيفصلنا عن مواجهه الاهلي والترجي. ان شاء الله طبعا هنروح تونس ونطمن مع حضراتكم على فرقه النادي الاهلي. عارف ان النهارده حلقه العالمي، بس خلوني في البدايه اتكلم من الدوري المحلي، لانه الحقيقه اللي هتكلم عنه عالمي برضو. احمد عبد القادر ابننا الحقيقه اللي بيقدم موسم ولا اروع، ربنا يحفظه طبعا ويحميه. الحقيقه يمكن الولد ده انا عارفه ومتوقع من البدايه انه يكون ليه مستقبل كبير جدا في الكره المصريه بشكل عام ومع الاهلي بشكل خاص، لكن الحقيقه اللي ما كنتش مستنيه هو حاله التوهج والتالق دي من سنه اولى دوري. ربنا يحفظه وربنا يحميه. وزي ما اتكلمت هنا على ابننا احمد ياسر ريان وعلى عمار حمدي قبل كده، شفت انه احمد عبد القادر الحقيقه بيقدم مستوى اكتر من رائع يستاهل ان احنا نوجه له التحيه. نتمنى انه يستمر على نفس المستوى ويطور من نفسه، واعتقد ان شاء الله انه هيكون واحد من الاسماء الكبيره جدا في الكره المصريه في السنوات اللي جايه. عشان كده دايما بنقول الاهلي بمن حضر، ومهما كان النجم اللي بيمشي، مهما كانت نجوميته ومهما كانت موهبته ومهما كانت قدراته، عندنا من الاسماء اللي تعوضه الكتير. كل التوفيق لاولادنا اللي موجودين بره على سبيل الاعاره، وان شاء الله باذن الله يكونوا ذخيره حيه مع النادي الاهلي في المواسم القادمه. نروح بقى ونتكلم على اليورو، كلام كتير جدا بعد الجوله الاولى. الحقيقه يمكن زي ما حضراتكم تابعتم امبارح ماتش المجر والبرتغال، واللي انتهى لصالح البرتغال 3-0 وتالق فيه كريستيانو رونالدو. كمان طبعا المباراه اللي كانت منتظره، ولكنها الحقيقه انا بشوف انها كانت يعني نوعا ما مخيبه للامال. 1-0 فرنسا والمانيا بالنيران الصديقه هاملز، بس حاططها بلسم بصراحه لنوير، يعني اختبار صعب. وهاملز طبعا واحد من المدافعين المخضرمين، واحد كان من افضل المدافعين في السنوات الاخيره على مستوى العالم كله، مش بس على مستوى المانيا، لكن طبعا نيران صديقه حسمت المواجهه لصالح فرنسا. عشان كده بقول لحضراتكم انه كنت متوقع موقعه كرويه اسخن من كده، كنت متوقع اشوف كوره في المباراه دي تحديدا تكلم على كتيبه نجوم موجوده على ارض الملعب سواء في المانيا او في فرنسا بمليارات الدولارات، وكنت متوقع انه نشوف كره ممتعه. لكن الكره الممتعه بشكل عام بيتهيالي انها غابت عن الجوله الاولى عموما في اليورو، لسه ما سخناش، لسه ما دخلناش في الاجواء، لسه يمكن حساب النقط ومين ممكن يكون عنده فرصه في التاهل من عدمه تسخن شويه مباريات الجوله الثانيه. وطبعا النهارده الحقيقه في اكتر من مباراه، المباراه الاولى طبعا خلصت ما بين فنلندا وروسيا لصالح روسيا 1-0، واحيت روسيا املها في المنافسه على بطاقه التاهل في نفس المجموعه. تركيا ويلز بتبدا معانا في نفس التوقيت، والمواجهه الاهم النهارده ويمكن الاقوى ايطاليا وسويسرا، واعتقد كتير من الناس ابتدت تروح لايطاليا اللي قدمت عرض قوي جدا في بدايه البطوله مع في مواجهه تركيا طبعا، وكسبت 3-0 وكشرت على انيابها وقالت لا انا مش جايه. مش ده الانطباع اللي ممكن تكونوه عن ايطاليا انها جايه تلعب كوره او تمثل تعمل تمثيل مشرف، لا، ايطاليا بالكتيبه اللي عندها وتحت قياده مانشيني عندها القدره انها تنافس على اللقب وبالجدارة الحقيقه. نتمنى ان عروض ايطاليا تستمر ونشوف بقى الكبار يدخلوا سنه بسنه. بلجيكا طبعا قدمت اوراق اعتمادها في المواجهه الاولى وكسبت 3-0، اعتقد كمان انه فرنسا والمانيا مع الوقت، خصوصا المانيا بعد ما موقفها صعب جدا في المجموعه الناريه اللي معاها البرتغال والمجر، اعتقد نستنى كتير في الجوله الثانيه. هنتكلم كتير طبعا عن اليورو، وهنتكلم مع حضراتكم كمان على المواجهات اللي جايه في بدايه الجوله الثانيه. خلينا بس نبتدي حلقه النهارده مع حضراتكم باهم الاخبار. الاهلي يستقر على خوض تدريباته على الملعب الفرعي باستاد رادس. طبيب الاهلي يكشف موقف أفشة وطاهر من المشاركه امام الترجي. معلول وديانج وبواليا ينتظمون بمعسكر الاهلي في تونس. استقبال حافل لبعثة الأهلي واستعدادات مكثفة للترجي. ماركا الأسبانية، الدوري الأسباني موسم 21-22 يبدأ في 14 أغسطس. وخسائر فادحة لشركة المشروبات الغازية الراعية لليورو بسبب كريستيانو رونالدو. يا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبتدي من تونس نتكلم شويه على فرقتنا. يمكن زي ما قلت لحضراتكم طبعا عد تنازلي بدا النهارده بكره بعده وبعدين ماتش النادي الاهلي، يعني ثلاث ايام هي فتره الاستعداد الحقيقيه للنادي الاهلي قبل المباراه. وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن فيما يتعلق بتمرينات او تدريبات النادي الاهلي، كابتن سيد عين اكثر من ملعب للتدريب وتم الاستقرار على ان الفريق يتمرن على الملعب الفرعي لاستاد رادس. هيتمرن النهارده وبكره على الملعب الفرعي، وان شاء الله الجمعه تبقى التمرينه الاساسيه
على ملعب المباراه. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. المباراه بفكر حضراتكم هتبقى يوم السبت ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت القاهره. خليني اقول لحضراتكم فيما يتعلق ب طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه. دكتور احمد ابو عبله الحقيقه يمكن قال انه الاثنين جاهزين بنسبه 100%. الاثنين تم شفائهم من اصابتهم سواء اللي تعرض ليها طاهر مع المنتخب الاولمبي او اللي تعرض ليها قفشه في اخر مباريات النادي الاهلي في ماتش نهضه بركان، والاثنين سلام بنسبه 100%. تبقى مشاركتهم خاضعه لقرار مستر موسيماني، يعني اذا كانوا من الناحيه الطبيه الاثنين سلام، مستر موسيماني يحدد اذا كانوا يقدروا من الناحيه الفنيه بقى يكونوا موجودين في الملعب المباراه بشكل اساسي او يكونوا اوراق رابحه. الاثنين الحقيقه مؤثرين جدا وخصوصا في مشوار الاهلي في افريقيا في الفتره الاخيره، الاثنين كانوا وصلوا مستوى محترم جدا. وبمناسبه التدريب خليني اقول لحضراتكم كمان انه الثلاثي علي معلول اليو ديانج وولتر بواليا، الثلاثه طبعا اللي كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم دوليا في فتره الاجنده الدوليه، انضموا وانتظموا في معسكر الفريق في تونس وهيتمرنوا مع الفرقه النهارده اول تمرين ليها ان شاء الله. مفترض انه التمرين ممكن يكون على وشك انه يبدا او بدا من دقائق. هنتابع طبعا وهنروح تونس ونعرف اخبار تمرينه النادي الاهلي ايه النهارده. ويمكن زي ما الزملاء بيبلغوني انه التمرين بدا بالفعل اول تمرين للنادي الاهلي. طبعا تمرينه امبارح كانت في القاهره، يعني الفرقه اتمرنت امبارح في القاهره وبعد كده اتحركت للمطار ومنها وصلت تونس. اول تمرين النهارده بدات بالفعل في تونس. والحقيقه يمكن من 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 شكل وحجم استقبال بعثه النادي الاهلي امبارح في تونس يبين قد ايه الحقيقه الاهلي فريق او نادي الحقيقه مش بس فريق كوره لكن نادي كمان ليه قدر كبير جدا. البعثه اللي بترأسها كابتن الخطيب كان في استقبالها طبعا السفير المصري في مطار قرطاج في تونس، السفير المصري ايهاب فهمي، وايضا رئيس نادي الترجي كانوا في استقبال بعثه النادي الاهلي واستقبلوا كابتن الخطيب بالورود في مشهد الحقيقه بيعكس وبيترجم حجم وقدر النادي الاهلي على مستوى الكره العربيه والافريقيه. وسائل الاعلام في تونس يمكن عموما يعني ما بيبقاش في تسليط ضوء خصوصا في الماتشات الكبيره دي قبلها بفتره، يعني ممكن تلاقي اليوم اللي قبل الماتش او يومين بالكثير قبل الماتش، لكن الحقيقه في كتير من المواقع والصحف التونسيه اتكلمت ويمكن كان في تركيز كبير جدا على يعني حاله الفرحه بانه هيتم السماح. انا قلت لحضراتكم في حلقه امبارح المشاهد اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دلوقتي دي على الهواء مباشره من تونس، ده الملعب الفرعي لاستاد رادس، الملعب رادس اللي بيتمرن عليه النادي الاهلي. بمناسبه التمرينه انا يمكن عشان من كتر ما اتكلمنا كتير مع حضراتكم على ماتش الاهلي والترجي انا حلمت امبارح بالماتش بالتفصيل، يعني حلمت انه النتيجه انتهت 2-2 وانه اللي احرز اهداف الاهلي شريف وصلاح محسن وانه الاهلي هو اللي تقدم 2-0 والترجي قدر يتعادل وانه محمد شناوي انقذ ضربه جزاء. بس انا رغم الحلم ده والنتيجه دي انا متوقع ان الاهلي كمان ان شاء الله قادر يفوز في تونس. يعني انا شايف انه المباراه دي الاهلي لو بيتهيألي انه المقدمات فكره الراحه السلبيه اللي خدتها الفرقه الست ايام وفكره رجوع قفشه من الاصابه وطاهر كمان، طبعا طاهر ورقه مهمه جدا، السكواد بتاع النادي الاهلي لو في حالته انا شايف انه ان شاء الله قادرين نرجع من تونس بمكسب مريح. خليني اروح للشروق التونسيه، حطت منشات كده وقالت انه الشعباني بينهي، معين الشعباني طبعا مدير فني للترجي التونسي بينهي الجدل و5000 مشجع لمباراه النادي الاهلي ارتاحوا في تونس لفكره الموافقه. كان في ضغط طبعا من الاتحاد الافريقي وتهديد بعقوبات في حاله حضور جماهيري، لكن في النهايه تم حسم الامر ونادي الترجي خد موافقه الامن والصحه في تونس عشان ياخدوا 5000 متفرج في مباراه الاهلي والترجي. الصحافه اليوم قالت رهان كبير على عبد الباسط ضد الاهلي، وقالت في التفاصيل طبعا انه خالد عبد الباسط المهاجم الغاني اللي بيلعب في صفوف الترجي بيعتبر احد اهم اللاعبين اللي هيعتمد عليهم معين الشعباني في الهجوم بعد ما خرج طبعا طه الخنيسي من حسابات الفنيه، وده طبعا كان بسبب ايقافه بسبب موضوع المنشطات. خالد عبد الباسط دلوقتي هو اللي بيحمل امال جماهير الترجي في الهجوم، ده طبعا على حسب ما كتبت صحيفه الصحافه التونسيه. خالد عبد الباسط على فكره محترف غاني، مش ما بقالوش كتير مع الترجي، طبعا مهاجم صريح
انا تابعته طبعا على مدار المشوار، مش شايف انه لسه وصل لدرجه انسجام كبيره مع الفرقه. هو انضم ليهم في يناير اللي فات، مضى للترجي لمده موسمين ونص. وبمناسبه الكلام على خالد عبد الباسط، يمكن كمان الاتحاد الافريقي الكاف كان نشر امبارح مقارنه لطيفه كده بيستعرض فيها الارقام الخاصه بمحمد شريف نجم هجوم النادي الاهلي وخالد عبد الباسط نجم الترجي التونسي، وكتب محمد شريف وخالد عبد الباسط من سيكون الافضل في مواجهه الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما حضراتكم شايفين عمل كده احصائيه استعرض صوره للمقارنه. الاثنين لعبوا 8 ماتشات، عدد الدقائق اللي اتلعبت 392 لشريف، 401 لعبد الباسط، الجولز 1 لعبد الباسط و3 لمحمد شريف، التصويبات على المرمى 4 عبد الباسط 7 محمد شريف، والتمريرات البينيه 4 لشريف و1 لعبد الباسط، والفاولات اللي كسبها كل لاعب منهم 6 لمحمد شريف و9 لعبد الباسط. يعني ابننا شريف الحقيقه بيتفوق على خالد عبد الباسط. ونقطه ثانيه، يمكن خالد عبد الباسط من حيث التكوين انا شفته يعني مهاجم كويس جدا بصراحه، مهاجم محترم يعني، مهاجم جوه الصندوق تعمل له الف حساب، لكن لسه ما حسيتش يعني كل ماتشات الترجي الاخرانيه ما حسيتش انه وصل لحاله الانسجام او الاندماج مع الفريق بالشكل الكافي، ودي يمكن نقطه تاثر على مستواه، ويمكن كمان تكون واحده من اهم العوامل اللي اثرت على ارقامه في مسيرته مع الترجي، على الرغم انه لعب نفس عدد ماتشات شريف لكن تلاقي انه ارقامه دايما اقل بشكل كبير. طيب نروح لاسبانيا والكلام على الموسم الجديد. الاتحاد الاسباني حدد بالفعل موعد بدايه الموسم الجديد في الدوري، المفترض انه دوري الليجا الاسبانيه تنطلق في شهر اغسطس المقبل، ويمكن زي ما اكدت صحيفه ماركا الاسبانيه قالت انه الاتحاد الاسباني حدد تحديدا يوم 14 اغسطس عشان يكون ميعاد لبدايه النسخه الجديده من الليجا. ده طبعا بعد الاجتماع اللي عقد بين اتحاد الكره وبين ممثلي رابطه الليجا. زي ما قالت الاطراف الصحيفه ان كل اطراف الحقيقه اتفقوا انه بدايه الدوري الاسباني تكون يا 14 يا 15 اغسطس المقبل، وده طبعا وفقا لخطط حددتها رابطه الانديه. والمسؤولون في الاجتماع ده اتفقوا على انه ما يكونش في ماتشات للدوري الاسباني في نفس اليوم اللي هتتلعب فيه مباراه نهائي كاس ملك اسبانيا. لقطة امبارح لناس كتير جدا والسوشيال ميديا اتكلمت عليها، ويمكن عدت مرور الكرام، اتسببت في خسائر كتير جدا لشركة مشروبات غازية. طبعا كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي وقائد منتخب البرتغال أثناء المؤتمر الصحفي امبارح يمكن حرك كده إزازتين لشركة مياه غازية شهيرة جدا، وهي الشركة الراعية بالمناسبة لليورو في المؤتمر الصحفي بعد ماتش المجر. ويمكن التصرف ده يمكن الترجم، يعني احنا دايما بنسمع الحقيقه انه بعض المباريات او بعض اللقطات او بعض الردود الافعال في بعض الساحات الرياضه ممكن تاثر سياسيا، ممكن تاثر اقتصاديا. دي واحده من اللقطات دي الحقيقه، تصرف رونالدو الترجم بعد نص ساعه يمكن من المؤتمر الصحفي لخسائر فادحه الحقيقه. احنا نتكلم على 4 مليار دولار خسرتهم الشركه دي بعد نص ساعه من المؤتمر الصحفي، وبعد ما فتحت الأسواق المالية تقريبا تحديدا يعني في الساعة 3 مساء بتوقيت أوروبا كانت حصة الشركة بتتراجع بشكل غريب جدا، وبعد 30 دقيقة من نهاية المؤتمر قدرت قيمة الأسهم أو نزلت قيمة الأسهم من 242 مليار ل 238 مليار دولار، بس عشان رونالدو حرك الأزايز بشكل في المؤتمر الصحفي. نتكلم اكتر الحقيقه على مباراه الاهلي والترجي من وجهه نظر تونسيه، نتكلم على بعض الاخبار الخاصه باستعدادات الترجي، الاوراق الهامه جدا اللي بيعتمد عليها معين الشعباني في سكواد الترجي في مباراه الاهلي اللي جايه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل في الفيديو كونفرنس، نتكلم اكتر زي ما قلت لحضراتكم على المواجهه المنتظره يوم السبت القادم.
واحدة من أهم وأقوى المواجهات على مستوى قارة إفريقيا، مش بس عشان الأهلي والترجي بيعتبروا اثنين من أكبر الأندية الإفريقية، لكن كمان على مستوى الحدث، مباراة أو مواجهة نتيجتها هتأهل أي من الناديين لنهائي بطولة دوري الأبطال. هيكون معانا سامي العروسي، نجم طبعا منتخب تونس وفريق الترجي السابق، معانا على شاشة الأهلي في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية أهلا وسهلا بيك، وبرحب بيك طبعا على شاشة النادي الأهلي. اهلا بيك واهلا المتفرجين نادي الاهلي وسيد احمد، واهلا بالمستمعين الكلام. يعني قبل ما ادخل في الحوار، سواء في تونس وسواء في مصر، اهلا وسهلا بيك. وقبل ما ادخل في تفاصيل الحوار، انا بشكرك ومتفائل. بنشوف عندنا في مصر بنقول عليها بشرة خير التيشيرت الحمراء اللي انت ظاهر بيها معانا على الهواء. انا ما بعرفهاش. اهلا وسهلا بيك. يعني بدايه خليني اسالك، ازاي بتشوف، طبعا جماهير تونس منتظره اللقاء، ازاي بتشوف اللقاء اللي هيجمع بين الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت اللي جاي؟ تقريبا يعني الناس الكل يعني بتفق المقابله دي، ما فيهاش يعني يعني كيفاش نقولها، يعني منتصر واضح، يعني ما فيهاش الرابح واضح، يعني الفريق القوي معناتها الاقوى من الثاني. مقابله كما قلت انت كبيره، مقابله في حجم يعني فريقين كبار، تاريخ افريقيا الكل يعني موجود في زوز فرق هذوما، يعني القاب كبيره للزوز. فريق الترجي يعني عنده قيمته في تونس في افريقيا، كما مصر زاد فريق الاهلي يعني تسمى من الفرق الكبيره في افريقيا، من احسن الفرق تقريبا الالقاب الافريقيه. تكون مقابله صعيبه، صعيبه برشا على الزوز فرق، صعيبه نفسانيا، صعيبه تكتيكيا، صعيبه جماهيريا، خاطر الزوز جماهير يعني طالبين الكاس الافريقيه هذيا. باش تكون مقابله كبيره برشا، نستناو في مقابله كبيره. تو نحكيو اون ديتاي شويه، يعني تو نحكيو بالجزئيات في الاسئله نتاعك، كيفاش باش تكون المقابله هذه. طب خليني اكلمك على مستوى الترجي التونسي الموسم الحالي، هل بتشوف انه مؤهل لتحقيق لقب دوري الابطال؟ يعني شفنا تباين في مستوى الترجي التونسي على مستوى البطولات المحليه وخسارته للكاس طبعا قدام النجم الساحلي، وعلى مستوى قاره افريقيا كان في يمكن معاناه بعد دور المجموعات في التاهل للدور قبل النهائي. مستوى الترجي التونسي هو مستوى يعني كما قلت انت مش واضح، خاطر البطوله التونسيه يعني بطوله ضعيفه، بطوله ما فيهاش فريق يعني يقاوم الترجي. الترجي في البطوله التونسيه هز البطولة تقريبا قبل يعني متهني من أول جورني، الآخر جورني هو في مرتبة الأولى، يعني فارق كبير كان يلعب بالفريق الثاني. الترجي في البطولة ما عندوش لي كونفيرونس، يعني نقولوا احنا المواجهات الصعيبة اللي تخلي الملاعب يخرج الطاقة نتاعه ويخرج المقابلات الكبيرة. ولذلك يعني كان محتاج الترجي، كان محتاج الفرق كبيرة باش ينجم يظهر الإمكانيات نتاعه، كان هذا مع فريق الزمالك. عدى مقابلة بين الذهاب والإياب كانت مقابلة كبيرة، وظهر الترجي يعني اللي هو عنده لي زيليمون، يعني عنده العناصر والإمكانيات الفنية المتخبية يعني الكبيرة كانت متخبية، ما نجمناش نشوفوها في المقابلات نتاعنا في تونس، ما نجمناش نشوفوها في المقابلات الصغيرة. كانت مشكلة الترجي أنه كان ديما يواجه فرق يلعبوا الدفاع التالي، يلعبوا الدوك بان سموه احنا الدفاع يعني الدفاع المكثف التالي، يعني كان مجبور باش يحل العقده هذه قدامه، معناتها الفريق يبدا يلعب 10 التالي، وكان عنده يعني الامكانيات نتاعو في ال في 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 الروتور، يعني كما نقولوا احنا في اخر الذهاب. أيوة. الترجي زاد العناصر نتاعو، شرا يعني توغي من بلجيكا، شرا زاد عبد الباسط من زوير الغاني، رجع البدري، حاول ينمي شويه معناتها الهجوم نتاعو وتحسن الترجي. كما قلت انت زاد في المجموعات ترشح، لكن في مقابله اخرانيه مع بلوزداد يعني القاسو عوبات كبيره، سيرتو في اللي كان مشى للجزائر في مقابله ظن اللي هو سهله، وظن اللي هو باش يرجع بنتيجه ايجابيه من مصر من الجزائر، لكن صار العكس، والشباب اللي زاد لعب تكتيك ما لعب يعني
تكتيك يعني لعب بالكدا وعرف كيفاش يسكر اللعب ويلعب على الكونتر في بلاده، سجل هدف في الاول، سجل هدف الثاني في اخر المقابله. صعب بتاع الترجي، خليني صعب اسالك، خليني اسالك على على قرار يعني، اعتقد طه ياسين الخنيسي واحد من اكثر المهاجمين المؤثرين ويعتبر قوه ضربه للفريق الترجي، ازاي بتشوف او ايه هو تعليقك على قرار الاتحاد الافريقي بايقاف طه ياسين الخنيسي؟ وهل من وجهه نظرك تعتقد انه خالد عبد الباسط قادر في ظل ان هو يعني انضم حديثا لصفوف الترجي في يناير الماضي، قادر على انه يسد فراغ طه ياسين الخنيسي ويقوم بنفس الدور ولا لا؟ تعرف ان الخميسي يعني ما كانش في احسن حالاته. تعرف ان الخميسي من اول العام ما كانش يعني اللاعب اللي نقولوا احنا يعني ديسيزيف القدام، مر فترات صعيبه، لذلك الترجي يعني كان مجبور باش يجيب لاعب ثاني، جاب توبي وجاب عبد الباسط في البوست هذيك باش يعاون تعرف ان الخميسي لانه مر فتره صعيبه. فهنا تعرف ان الخميسي بدا يرجع بشويه خاطر الضغط بدا ينقص عليه. نعرف اللي في الأربعة ثلاثة ثلاثة يعني مطالبين ديما بالتسجيل، الترجي ديما مطالب بالتسجيل سيرتو، خاصة يعني إذا كان عندك ثلاثة مهاجمين في الأربعة ثلاثة ثلاثة لازم عندك ثلاثة مهاجمين يعني بيتر، يعني ثلاثة مهاجمين يسجلوا. أيوة. فانجال يقول أحسن فريق يلعب الأربعة ثلاثة ثلاثة في العالم هو برشلونة. في بيريود يعني في فترة معينة في أو في زمن في فترة معينة، عنده سواريز وعنده ميسي وعنده نيمار، يعني ثلاثة مهاجمين. إذا كان توحل إذا كان ما يسجلش واحد يسجل الثاني. الترجي مطالب يكون عنده ثلاثة مهاجمين يسجلوا في نفس الوقت، الخميسي والهوني وكان على اليمين دينا بالمرزوخي. ايه الطريقه الاقرب من وجهه بدري. نظرك سامي، كابتن سامي، انه الطريقه اللي هيقود بيها معين الشعباني مواجهه النادي الاهلي؟ معين الشعباني يلعب طريقة واحدة، يلعب 4 3 3 ما غيرش. معين يلعب الاستحواذ، يلعب بس هو بيلعب في مواجهة الأهلي المصري بطل القارة الأفريقية وثالث العالم، يعني هل تتوقع إنه يلجأ لفكرة التأمين ولا متوقع إنه يلعب جيم مفتوح من البداية في محاولة إنه يحسم المواجهة من مباراة رادس؟ لا، ال 4 3 3 يعني تنوع، يسمى ال 4 3 3 تروات وهي ثلاثة وسط ميدان، يسموها معنى تروات بيفو، يعني ثلاثة وسط ميدان دفاعي. لكن في الوسط الميدان الدفاعي عندك بالرمضان وعندك بالغيث ينجموا يكونوا هما مهاجمين يعني في اللعبه، لكن ديما الاربعه ثلاثه ثلاثه اللي نحكيو عليها شويه تاع معين هي الاستحواذ واللعب يعني يخلط، يعني كما نقولوا احنا بالاكثر عدد ممكن من القدام. صحيح اذا كان الاهلي وفي الطريقه نتاعو الاربعه ثلاثه ثلاثه يلزم يفك الكره لفوق، يعني اذا كان خسرت الكره الليكيليبر يعني نقولوا احنا الدفاع يعني باش ترجع الدافع صعيب برشا، خاطر باش تلعب فوق وباش تلعب باكثر عدد ممكن تنجم تخلي ثغرات التالي، والثغرات هذه تنجم تقبل بها اهداف. في جمله واحده كابتن سامي، هل بتشوف خالد عبد الباسط قادر على انه يقود هجوم الترجي التونسي او يملى الفراغ اللي خلفه طه ياسين الخنيسي ولا لا؟ وهل تاقلم بالفعل، شايف انه وصل لدرجه تاقلم كبيره مع فرقه الترجي التونسي؟ في المده الاخيره عبد الباسط هو اللي يلعب يعني، لكن احنا محتاجين للزور، لكن عبد الباسط هو اللي قاعد يلعب طويقه في الهجوم والخنيسي على البنك، لكن انا مش نقول مش باش يعوض، لكن نخاف لو كان عبد الباسط ما يكونش في نهاره يعني. اخطر هذيك المشكله، اخطر او اقوى خطوط الترجي التونسي من وجهه نظرك، واضعف الخطوط اللي انت ممكن تكون قلقان منها في مباراه الاهلي والترجي؟ الترجي في الهجوم عنده بالغيث وعنده بالرمضان، عنده البدري، عنده الهوني، عنده عبد الباسط، كان مالي ضرب قوي، لكن الترجي دفاعيا نتصور باش يخلي يعني الاسباس التالي يعني يخافوا في الكونتر هذيك اللي قد نقبلوا بالاهداف على يعني على المهاجم المرتده، نخافوا برشا لو كان ما نفكوش الكره لفوق وتوصلنا الكره للدفاع نخرجوا بواحد ضد واحد يعني نكونوا تعب برشا، وان شاء الله ما نقبلوش، ان شاء الله نسجلوا. معين الشعباني في مواجهه بيتسو موسيماني، المواجهه الفنيه مين اقدر من وجهه نظرك؟ تقريبا انتم الشر الشر يعني، انتم نصف موافق على بينامي ونصف مش موافق كيما احنا الترازي يعني، عندنا نص يعني مع معين وعندنا نص ضد معين خاطر في النتائج الاخيره، لكن تصور اللاعبين هو اللي تحدد اللعبه تكتيكيا. موسيماني كبير برشا يعني مدرب كبير، عرف كيفاش يوقف صن داونز يعني تكتيكيا، حتى الاستحواذ العقيم خلى صن داونز عنده الاستحواذ العقيم، لكن اذا كان معين ينجم يحل يعني الاهلي تكتيكيا ينجم يربح، وهذاك ان شاء الله اللي نصوره بشي فيه يعني المقابله بتكون تكتيكيا كبيره برشا، لانه
بنفينا بيمشي يشرب يعني كما نقولوا احنا باش ينقص من الاستحواذ بتاع الترجي ورد العقيم، والا باش تكون اهداف. انا نتصور الاهلي لو كان يعرف يخرج بالكره، لو كان كيفك الكره يعرف يخرج بها، نتصور باش يقلق الترجي. لكن لو كان هل تتوقع انه اي من الفرقتين قادر على حسم المواجهه في تونس، ولا لابد من الانتظار للقاء العوده في القاهره؟ اذا كان نجح الزوز تكتيكيا يعني نتصور الحسم مش يكون في الاياب يعني. اذا اما اذا كان مدرب تغلب على الاخر تكتيكيا في المقابله الاولى باش تشوف المقابله. اذا كان الاهلي يعني يسجل ولا الترجي يسجل، الرجوع يعني باش يكون صعيب على الفرقتين. صحيح، استغل وجودك معايا واسالك عن قرار المحكمه الرياضيه بتغريم النجم الساحلي التونسي مليون و400 الف دولار طبعا على خلفيه انتقال كوليبالي، وازاي بتشوف الوضع المالي لنادي النجم الساحلي؟ الوضع المالي في النجم الساحلي صعيب برشا يعني، على الديون نص حتى احنا في العقود التونسيه نوصل حتى ل 40 مليار تقريبا ولا 50 مليار يعني عند الرئيس الجمعيه يعني. المداخيل صعيبه في البريود هذه يعني في الفتره هذه مع الكورونا مع مثلا الجماهير. الفرق التونسيه تعاني برشا من خاطر ما عندهاش الاستثمار في الكوره، ما زلنا ما عندناش الاستثمار، ما عندناش الحق الجمعيه تستثمر في الكوره في تونس على اساس انه تو الجمعيات في تونس الكل مبنية على رؤساء الجمعيات. احنا عندنا حمدي المدب يعني هو اللي قايم بالواجب هذايا، هو اللي قاعد يصرف قاعد يحسن برشا من الترجي، لكن من الخاص نتاعو. النادي النجم الساحلي عمل غلطه كبيره انه خذا لاعب يعني ما كانش كان في اشكال مع فريقه ويتحمل المسؤوليه. هو ظهر لي باع اللاعب هذايا النادي صحيح النجم الساحلي واستنفع بالاموال يعني جاته اموال. الاصل انه يرجع الاموال بتاع الاهلي والا يمشي للمحكمه العليا. صحيح. سامي العروسي نجم الكره التونسيه، نجم منتخب تونس طبعا والترجي سابقا، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسه. اتمنى طبعا هو في النهايه لقاء في كره القدم، والحقيقه الاهم هو الحفاظ على العلاقات الطيبه جدا، واللي عكسها الحقيقه استقبال مسؤولي الترجي التونسي للنادي الاهلي امبارح اول ما وصل لمطار قطاج. فقرات متواصله والكلام على اليورو، وممكن نعدي كمان على كوبا امريكا شويه في السادسه، بس نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. هي الجوائز زادت مفيش كلام، وكمان عدد المنتخبات زاد مفيش كلام، لكن هل ده أدى لارتفاع المستوى؟ لسه ما شفناش الحقيقة. يمكن كنا متوقعين بداية أقوى بعد الجولة الأولى من بطولة أوروبا من يورو 2020، ما شفناش الحقيقة المتعة أو القوة اللي تضاهي أو تساوي الكوكبة الكبيرة من الأسماء اللي موجودة على الملاعب في بطولة اليورو 2020. هنتكلم بالتفصيل على أهم اللقطات والملامح بعد انتهاء الجولة الأولى، وهنتكلم كمان على اللي جاي، لأنه أنا متوقع أنه اللي جاي يبقى أسخن، يبقى أقوى، يبقى أمتع، يبقى أكثر إثارة، لأنه كمان لما ندخل في حسابات النقط ويبقى المنتخبات بتحسب حساباتها عشان تضمن يعني أنها تتأهل للأدوار اللي جاية، أعتقد كمان منتخباتها تطلع أكتر من اللي عندها. لكن في البدايات ما شفناش منتخب يقول أنه أنا جاي أحقق لقب البطولة. حتى المنتخبات الكبيرة، حتى اللقاء اللي كان منتظر وبيتقال أنه نهائي مبكر بين فرنسا وألمانيا تابعناه امبارح، ما كانش على مستوى حتى الأسماء اللي موجودة على أرض الملعب، ولا على مستوى كمان الدوافع الموجودة عند المديرين الفنيين. بشرفنا طبعا دكتور وليد حديدي الناقد بالأهرام الرياضي، أهلا بيك يا دكتور وليد. أهلا بيك أستاذ عمرو. تقييم سريع كده، عنوان للجولة الأولى من بطولة يورو 2020 من وجهة نظرك. يعني اختصارا زي ما انت قلت، مش هختلف معاك ان البداية ما كانتش مبهرة زي ما كنا منتظرين. كنا منتظرين ان يعني الدخلة تبقى تشدنا اكتر من كده، لكن خلي بالك برضو كل البطولات اللي بيبقى فيها عدد منتخبات زيادة دايما الأدوار الأولى ما بتبقاش على المستوى المطلوب، وبيبدأ بقى من الأدوار الإقصائية المستوى بيزيد. وكمان دايما في الجولات الأولى لكل البطولات الكبرى بيكون لسه في استكشاف، كل منتخب بيستكشف البطولة بيستكشف المنتخب الثاني، وفكرة إن برضه 11 مدينة وتنقلات و فبرضه دي ما خلتش المستوى يوصل لل 100% اللي احنا منتظرينه. لكن في بعض اللقطات وبعض اللمحات وحاجات لذيذة استمتعنا بيها خلال الجولة الأولى. وبشكل عام الكورة والأوروبا يعني بالنسبة لنا حاجة مبهرة حتى لو ما فيش مستوى في الملعب. هي مبهرة طبعا، ده ما فيهوش نقاش. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل، تعالى نشوف كده أهم العناوين الصحف الأوروبية قالت إيه عن بطولة اليورو بعد أو أثناء الجولة الأولى من المواجهات. البداية هتكون مع سبورت الأسبانية طبعا، الصحيفة يمكن اهتمت بنهائيات أمم أوروبا وكتبت عن منتخب أسبانيا تحديدا. بيدري
يطلب الرسمية. وعن فوز البرتغال على المجر كتبت 3-0 مع هدفين كريستيانو رونالدو. وعن فوز فرنسا على ألمانيا كتبت فرنسا تفوز في النهائي الافتتاح. نروح لتوتو سبورت. توتو سبورت يمكن ركزت على أخبار أمم أوروبا وكتبت عن إيطاليا وسويسرا الثلاثي للظهور. وعن فوز البرتغال وتسجيل رونالدو الهدفين تصدر بيهم هدافي البطولة مع لوكاكو. طبعا كتبت كريستيانو رونالدو هدفان من الأبطال. الصحف كمان اهتمت بنشر الكلام على أو الموضوع عن الدنماركي طبعا كريستيان إريكسن، وكتبت وحطت صورة ليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت إريكسن الابتسامة التي كنا ننتظرها. هقف معاك طبعا دكتور وليد على موضوع إريكسن لأنه شغل العالم كله الحقيقة، وفي لقطات كتير جدا محتاجين نتكلم فيها. نروح لأس الأسبانية. الحقيقة يمكن برضو رونالدو يمكن كان نجم الجولة الأولى، يعني أعتقد أنه لفت الأنظار بشكل كبير جدا، وطبعا كان واحد من أهم الأسباب اللي أدت لفوز المنتخب البرتغالي على المجر وتسجيله لهدفين، وسجل عدد من الأرقام القياسية في البطولة، وكتبت إله نهائيات أمم أوروبا. كمان اتكلمت على فوز فرنسا طبعا على منتخب ألمانيا 1-0 بهدف بنيران صديقة هاملز طبعا، وكتبت هدف عكسي ذهبي. وأيضا اتكلمت على لقاءات النهاردة. نروح لسان سبورت. سان الحقيقة كتبت وركزت أكتر على تصريحات هاري كين نجم المنتخب الإنجليزي وتوتنهام اللي تصدر الصفحة الرئيسية، وكتبت إنه قائد منتخب إنجلترا عنده رغبة في تسجيل هدف زي هدف تشيكي باتريك تشيك، يمكن هدف الجولة أعتقد أكتر الأهداف اللي حظيت بإقبال. وكتبت هاري كين سأسجل هدفا من 50 ياردة مثل تشيك. وهاري كين يحذر منتخب اسكتلندا. كمان اهتمت بلقاء منتخب ويلز ومنتخب تركيا في نهائيات أمم أوروبا، وركزت كمان على تصريحات جاريث بيل. نروح لماركا الإسبانية. هي ماركا يمكن ركزت برضو على كريستيانو رونالدو، حطت في الغلاف كلام على كارلو أنشيلوتي اللي بينتقل طبعا لريال مدريد، ده بره طبعا أمم أوروبا. وكتبت عن فوز فرنسا على ألمانيا 1-0 كلاسيكو كان تكريما لكرة القدم. نروح لميرور البريطانية، ميرور سبورت، اللي قالت ركزت الصحيفة يمكن بشكل كبير على طبعا ماتش انجلترا المقبل، ده واحد من الماتشات المنتظرة اللي هيكلمنا عليه دكتور وليد طبعا بالتفصيل، انجلترا ضد اسكتلندا. وعن رغبة هاري كين ايضا في احراز الميك ذم تشيك، يعني كناية طبعا عن هدف تشيك الشهير اللي احرزه في البطولة. كمان كتبت على تصريحات جارث بيل قبل مواجهة منتخب ويلز لتركيا، وقالت جاريث بيل بيقول سنقوم بإسكات جماهيرهم. نروح لليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز فرنسا طبعا في الافتتاحية قدام ألمانيا 1-0، لقاء شايفه كان مخيب للأمال، وكتبت طبعا أنه فرنسا فازت 1-0 زي 2018 كامون 18 زي ما تصدرت العنوان أو الصفحة الرئيسية في الجريدة. دي أبرز العناوين يا دكتور وليد. نرجع مرة تانية للجولة الأولى، وخليني أسألك أسئلة سريعة. المنتخب الأبرز من وجهة نظرك واللي بيقول أنه عنده القدرة على تحقيق البطولة من خلال أدائه في مباريات الجولة الأولى، هو المنتخب الأبرز فنيا وتكتيكيا بالنسبة لي كان منتخب إيطاليا. مش لازم يكون هو المرشح الأول، لكن هو بالنسبة لي أفضل ظهور في الجولة الأولى. الحصان الأسود من وجهة نظرك اللي قدم مستوى ما كانش متوقع في ماتشات الجولة الأولى؟ هو طبعا مش هقول أن سلوفاكيا هي الحصان الأسود للبطولة، لكن يكفي فوزها في الجولة الأولى طبعا على منتخب بولندا، ده يديها يعني لقب الحصان الأسود على الأقل للجولة الأولى. أكتر منتخب مخيب للأمال من وجهة نظرك؟ يعني ممكن أقول ألمانيا باعتبار أن هي خسرت على أرضها وما عملتش الظهور اللي المفترض تكون عليه ألمانيا في الجولة الأولى. أفضل اللاعبين أو أبرز اللاعبين في الجولة الأولى؟ طبعا في نجوم كتير تألقت، لكن خليني أروح ل يعني بعض الأسماء اللي ما كانتش سوبر ستارز وما كانش متوقع ليها الظهور. طبعا في كتير نجوم على رأسهم طبعا كريستيانو رونالدو هو نجم الجولة الأولى، تمام. بس لو بنتكلم على بعض أسماء، أنا عجبني مثلا ألكسندر إيزاك مهاجم السويد جدا في مباراته قدام إسبانيا، عجبني باتريك شيك طبعا اللي أنت اتكلمت عنه طبعا مقدمة ودوره الكبير مع منتخب التشيك. يمكن دول أبرز اسمين طبعا
يعني بشكل عام، بالاضافه طبعا الى سبينازولا ظهير ايطاليا. في مفاجاه بالنسبه لك في الجوله الاولى؟ كنتائج لا، يعني ممكن معظم النتائج متوقعه زي ما قلت لك، فوز سلوفاكيا ممكن يكون مقبول، فوز فنلندا طبعا على الدنمارك، لكن كانت صاحبته ظروف الخاصه بإيريكسون طبعا، فده ممكن يكون الظروف بتاعه المباراه خلت في ادت لفنلندا يعني الافضليه النفسيه على الاقل على منتخب الدنمارك، لكن بشكل عام يعني النتائج كانت مقبوله. ازاي بتشوف قرار الاتحاد الاوروبي يعني بزياده عدد المنتخبات؟ هل ده اضاف للبطوله ومن ناحيه الفنيه ومن ناحيه الاثاره ومن ناحيه المتعه، ولا شفنا ماتشات يعني مش عايز اقول مالهاش لازمه بس خاليه من الاثاره، ماتشات رتيبه، ماتشات ممكن تبقى من طرف واحد، بينت الفروق اكتر بين القوى العظمى في الكره الاوروبيه وبين الفرق اللي يمكن مالهاش تاريخ او رصيد؟ هي فكره الزياده هي سياسه بقت عند كل الاتحادات في العالم كله. في كاس العالم نوصل 48 فريق. افريقيا تمت الزياده، زياده عدد المنتخبات في كاس الامم الافريقيه. في اوروبا من الجوله من البطوله اللي فاتت المنتخبات واصله ل 24، فهي الفكره تسويقيه وفكره الانتشار، يعني سياسه اقتصاديه في المقام الاول. لكن طبعا بتاثر على الفنيات لان الفوارق بتكون كبيره بين المستوى الاول، دلوقتي ما عادش مستوى اول ومستوى ثاني، بقى في مستوى اول ومستوى ثالث، فدايما يعني المعادله الصعبه. خلينا اكلمك في فكره المعادله بين مسؤوليه الاتحاد الاوروبي، وده قياسا عليه كل الاتحادات الثانيه سواء الاتحادات القاريه او حتى الاتحادات المحليه، ووصولا للاتحاد الدولي لكره القدم، فكره انك انت تحافظ على قوه البطوله على مستوى المتعة والإثارة فيها في مقابل أنك أنت تحقق جدوى اقتصادية. أنا فاهم طبعا لما العدد بيزيد في حقوق، بس في دعاية، في سبونسرز أكتر، وبالتالي المردود الاقتصادي بيبقى كبير، تقدر من خلال تزود الجوائز. لكن بتشوف كمان المسؤولية تيجي في المقام الأول هي القوة والمتعة، قوة البطولة نفسها، البراند بتاع بطولة يورو اللي ممكن يتهز من بسبب فكرة وجود ماتشات ضعيفة أو منتخبات لا ترقى المستوى منتخبات الصف الأول. خليني أسمع إجابتك بس بعد ما نروح لفصل ونرجع على طول. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم، وطبعا برحب بضيفي العزيز دكتور وليد الحديدي. دكتور وليد، تسمح لنا قبل ما نكمل، قبل ما نجاوب على السؤال ونكمل كلامنا على اليورو، نروح لتونس نطمن على فرقتنا وعلى تمرينة النادي الأهلي النهاردة من خلال زميلنا طبعا فاروق صلاح الموجود في تونس. فاروق الحمد لله على السلامة بداية طبعا، ونطمن منك على أول تمرين النادي الأهلي في تونس واستعداداته للقاء ومواجهة الترجي التونسي إن شاء الله في نصف نهائي دوري الأبطال. كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية للدكتور وليد الحديدي، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل زميلي أحمد زي ما حضرتك قلت إن أول تمرين الفريق النادي الأهلي عقب الوصول أمس إلى تونس، التدريب الأول النهاردة على الملعب الفرعي برادس. عايز أقول لك إن حالة الملعب كويسة جدا، إحنا عارفين طبعا نوعية الملاعب الموجودة في تونس، واحدة من الدول اللي بتتمتع بوجود يعني أكثر من ملعب، أكثر من رائع. ملعب النهاردة أول تدريب لفريق النادي الأهلي، طبعا مستر بيتسو موسيماني كان عقد محاضره فنيه للاعبين واتفرج على طبعا على بعض المباريات الخاصه بفريق الترجي التونسي في الفتره الاخيره. بالمناسبه كانت اخر مباراه كان لعبها فريق الترجي اللي قعد في فتره راحه منذ 26 مايو، كانت اخر مباراه كانت امام الفريق النجم الساحلي في دور ال 32 لكاس تونس، وكان تلقى الهزيمه فريق الترجي بهدف مقابل لا شيء وخرج من كاس تونس من دور ال 32. طبعا هو توج بطلا للدوري التونسي اللي كان انتهى. طبعا معين الشعباني المدير الفني، انا عايز بقربك اكتر شويه من الصوره لفريق الترجي التونسي. بالفعل معين الشعباني طبعا يعني تقدر تقول في بعض الامور يعني من سواء من الناحيه التنظيميه او الناحيه الاداريه كانت وانباء برحيله من نادي الترجي التونسي، خاصة يعني كانت المباراة الأخيرة مباراة الصعود أمام فريق شباب بوليسداد، يعني من المباراة اللي طولت وقت معين الشعباني مع فريق الترجي التونسي. مباراة لسه بتحظى بأهمية كبيرة جدا سواء لمعين الشعباني اللي فارض نوع من السرية التامة على معسكر فريق الترجي التونسي، كان دخل في معسكر مغلق منذ أول أمس. طبعا استعاد بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين لانضمامهم للمنتخب التونسي سواء محمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران ومعز بن شريفية وأيضا فاروق بن مصطفى حارس المرمى. اتفرج طبعا يعني إيه، بنحاول إن احنا نقرب شوية من الكواليس ونقتحم من معسكر فريق الترجي التونسي. طبعا واتفرج على مباراة الأهلي الأخيرة، اتفرج على لقاءين سان داونز سواء المباراة اللي أقيمت في القاهرة أو المباراة اللي أقيمت في بريتوريا، وأيضا لقاء النادي الأهلي ونهضة بركان. هو عارف قيمة المباراة وعارف تاريخ مواجهاته مع فريق النادي الأهلي.
طبعا مباراه بتحظى باهميه، لكن طبعا نقدر نقول كل التوفيق. هو بيحاول يشتغل ايضا على العامل النفسي واستغلال النشوه المعنويه اللي كانت يعني اخر مباراه جمعت ما بين الفريقين هنا في رادس. يعني وبالمناسبه ان الملعب تم تغيير اسمه من الملعب الاولمبي برادس لملعب حمادي العقربي، كان تم تغيير الاسم منذ اغسطس الماضي نظرا يعني لوفاه احد لاعبي المنتخب لاعبي تونس هو اللاعب حمادي العقربي، وتم اطلاق الملعب عليه. لو هنتكلم بقى واقربك ايضا عن النادي الاهلي وحاله الجاهزيه، نقدر نقول ان شاء الله كل صفوف النادي الاهلي مكتمله. طبعا اطمنك على حاله محمد مجدي قفشه اللي النهارده بيشارك في المران بصوره كامله، يعني كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي قبل السفر الى تونس كان شارك في جزء من المران، النهارده بيشارك بصوره كامله واصبح جاهز فنيا. طبعا زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله ايضا بطمنك على طارق محمد طارق اللي كان اشتكى ايضا من اصابه مع المنتخب الاولمبي، النهارده بيشارك في المران بصوره كامله. ايضا اكرم توفيق واحد من اللعيبه ايضا اللي كان موجود مع المنتخب الاولمبي ولكن النهارده بيشارك، وطمنا من خلاله الدكتور احمد ابو عبله. النقطه المهمه جدا طبعا كان بالامس اللي انضم للنادي الاهلي والبعثه للنادي الاهلي علي معلول وولتر بواليا. علي معلول كان شارك في اللقاء الاخير لمنتخب تونس امام منتخب مالي. علي معلول كان شارك في 80 دقيقه المباراه اللي انتهت بفوز منتخب تونس على مالي بهدف مقابل لا شيء، واليو ديانج كان شارك لمده 61 دقيقه. النهارده انضم يعني بالامس انضم علي معلول وولتر بواليا وانضم في صباح اليوم اليو ديانج، لكن مستر بيتسو موسيماني نظرا لمشاركه اللاعبين فضل ان هو النهارده يدي راحه لاليو ديانج وعلي معلول من مران اليوم، وفي ظل يعني يعملوا استشفاء في الفندق اقامه فريق النادي الاهلي من اجل تجهيزهم يعني للمباراه، وفضل ان هو يديهم راحه من المران اليوم. باستثناء يعني هذه الامور تقدر تقول ان كل اللاعبين ان شاء الله يعني موجودين، حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين، ايضا التنسيق اللي بتقوم بالسفاره المصريه، وجود الكابتن محمود الخطيب بيدي اكتر من رساله للاعبين، واللاعبين خلاص وجود الكابتن بالنسبه لهم بيوصل كتير جدا طبعاً من الرسائل. زميلي احمد، طبعا طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح. دي كانت طبعا رسالة وافية وشاملة عن أول تدريبات النادي الأهلي، والحمد لله لأول مرة يمكن من فترة طويلة سواء كان بسبب مشاركة المحترفين الدوليين مع منتخباتهم أو بسبب مشاركة سداسي المنتخب الأولمبي لأول مرة بيكتمل سكواد النادي الأهلي في تونس. صحيح معلول وبواليا وديانج ما شاركوش في تمرينة النهاردة، لكن إن شاء الله من بكرة يدخلوا في استعداد الفريق. الأهم أن كل العناصر المهمة جاهزة والحمد لله سكواد الأهلي خالي من الإصابات. دكتور وليد مرة تانية برجع على حضرتك نتكلم عن اليورو، وكنت بسألك فكرة الناحية الأولوية لقوة البطولة من الناحية الفنية ولا الناحية الاقتصادية والتسويقية، وده كان سؤالي قبل الفصل أسمع إجابتك. هي طبعا معادلة صعبة، وزي ما قلت لك إن كل الاتحادات بقت بتتجه دلوقتي لمسألة الزيادة، لأن في الآخر هو الهدف الأسمى عند كل المسؤولين في الكورة وفي الرياضة عموما بقى الجانب التسويقي وجانب الماركتينج والمداخيل وغيره وغيره وغيره. ويعني شفنا قنبلة كرة القدم في السنة الأخيرة كانت موضوع السوبر ليج الأوروبي طبعا وكلها كانت مختصة بالدخول وغيره. طبعا. فدي حاجة يعني هي العجلة صارت للأمام مش هينفع نرجعها، لكن انا بص انا مع زياده اعداد المنتخبات في البطولات اللي بتقام على مراحل طويله، يعني البطولات اللي بتقام كل 4 سنين مثلا زي كاس العالم واليورو انا ما عنديش مشكله ان المنتخبات تزيد، خصوصا ان مثلا بطوله زي بطوله اليورو انت عارف المنتخبات الاوروبيه مهما كان يعني نسبه ارتفاع مستوياتها مؤكد افضل اكتر كمقارنه مثلا بالمنتخبات الافريقيه، يعني انا تمام. مثلا بالنسبه لي بطوله امم افريقيا بالنسبه لي 16 فريق عدد مناسب جدا، لكن 24 ممكن اتقبلها في اليورو، ممكن اتقبل وان كان 48 في كاس العالم برضو عدد كبير قوي، يعني 32 منتخب ده عدد مقبول. هنشوف ماتشات كتير 48 في كاس العالم جدا، يعني تخيل انت ممكن التفاوت في المستوى هو اللي بيعمل الفجوه يا دكتور مؤكد. يعني لما تلاقي عندك 48 فريق بالتاكيد هيكون منهم 10 او 12 مستوى والباقي كله يمكن في مستويات مختلفة هيخلق فجوة، بس اعتقد بالنسبة لكأس العالم من حق اي دولة منتخبها بيتأهل لبطولة كأس العالم بيبقى فيه حالة فرحة وحالة سعادة كبيرة جدا، فهنا ممكن اقبل ده. بس اللذة انت عارف لذة الصعود وفرحة الصعود لما تصعد وهي 24 غير لما تصعد وهي 32 غير لما تصعد وهي 48، ففكرة حتى الفرحة مختلفة ممكن تقل شوية. طب تسمح لي نروح لزميلنا فاروق صلاح مرة تانية، الحقيقة كان ليه لقاء مع السفير المصري في تونس معالي السفير إيهاب فهمي، هنشوف اللقاء ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور وليد الحديدي ضيفنا النهارده في السادسة.
كل تحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من تونس مقر اقامه بعثة فريق النادي الاهلي واولى تدريبات فريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي برادس واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الترجي التونسي في مباراه الذهاب للدور النصف النهائي. دور كبير جدا بتبذله السفاره المصريه ممثله في معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه في تونس، ودور كبير جدا في تسجيل كافه الامور والتنسيق قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. جهد كبير ويعني امور بتبذل يعني حتى من قبل قدوم فريق النادي الاهلي، حطنا في الصوره وقربنا من المشهد. اهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. كان طبعا ده طبيعي ان احنا نكون في شرف استقبال النادي الاهلي بعثة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، وده طبعا دي مهمة اساسية، ويعني كان ايضا في شرف الاستقبال كابتن او سيد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي، ويعني كانت لفتة كريمة حقيقة منه، وده عكست مشاعر الاخوة والمحبة اللي بتجمع ما بين الناديين ورئيسي الناديين. ونتمنى ان ان شاء الله تكون المباراة يوم السبت القادم ما بين الناديين العريقين نادي الاهلي ونادي الترجي ان تعكس العلاقات المتميزة ومستوى وروابط اللي بتجمع ما بين الشعبين. معالي السفير اعتقد الاتصالات تمت يعني منذ تحديد ان المباراه ما بين الاهلي والترجي، حطينا في الصوره والاتصالات اللي كانت بتتم من خلال المسؤولين في النادي الاهلي مع حضرتك ومسؤول السفاره المصريه. طبعا انا من خلال حضرتك ومن خلال قناه نادي الاهلي بتوجه بالشكر للسلطات التونسيه على كل ما بذلته من جهد في توفير كل سبل الراحه وتوفير يعني كافه الاجراءات اللي يعني تيسر إقامة البعثة، وأيضا فيما يتعلق بالتأمين منذ وصول البعثة وحتى اللحظة دي إلى يعني إن شاء الله إتمام المباراة على خير ومغادرة البعثة موفقة بإذن الله. وكان يعني هناك عدة لقاءات سواء مع رئيس نادي الترجي التونسي سيد حمدي المدب، اللي كان وجوده في المطار كان يعني أكيد تأكيد وانعكاس واضح لعلاقة الاحترام المتبادل بين الناديين، وتقدير أيضا لمصر وللنادي الأهلي، ويعني وطبعا لكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والعربية والإفريقية. وأيضا التقيت بالإضافة لسيد حمدي مدب السيدة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالإنابة السيدة سهام العيادي، وكانت أكدت لي حرصها التام وحرص كل السلطات التونسية على إنجاح هذه التظاهرة، لأننا بنتطلع أنها تكون في إطار أجواء إيجابية وودية وأخوية، وأنها برغم التنافس ما بين الناديين نتمنى أنها تكون في أجواء طيبة للغاية تعكس بشكل واضح العلاقات المتميزة ما بين مصر وتونس. وطبعا السنة دي احنا سيد الرئيس رئيس عبد الفتاح السيسي تم الإعلان خلال زيارة فخامة الرئيس أيضا قس سعيد رئيس الجمهورية التونسية خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، إعلان عام 2021-2022 عمل للثقافة التونسية المصرية، وبالتالي هناك العديد من الفعاليات الثقافية بمفهومها الشامل. وطبعا الرياضة هو بعد مهم وركيزة أساسية في هذه العلاقات، وإن شاء الله بإذن الله تكون الأنشطة الرياضية داعم للتقارب تعزيز التقارب بين الشعبين. معالي السفير مباراة بقيمة الأهلي والترجي أكيد بتحظى بشعبية كبيرة جدا وشوف اهتمام وسائل الإعلام وأيضا اهتمام الشارع التونسي، يعني برضه حضرتك تقربنا من الصورة وحديث وسائل الإعلام وأيضا الشارع التونسي عن قيمة المباراة وأهمية المباراة ما بين الأهلي والترجي. طبعا قامة كبيرة زي الأهلي ونادي الأهلي وأيضا نادي الترجي هو حدث بيترقبه الجميع سواء جماهير التونسية أو الجماهير المصرية، وكان طبعا يعني هذا الترقب مصحوب برغبة كبيرة من نادي الترجي للسماح لهم بوجود جماهير أن يتم المباراة بوجود جمهور، وبناء على هذا الطلب تم تدارك
تمارس هذا الأمر في اجتماع لرئاسة الحكومة التونسية، وتقرر السماح بالحد الأدنى لل 5000 متفرج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة اللي بتتخذها الدولة في إطار مواجهة جائحة كورونا. ويعني لن يتم السماح بالطبع لأي متفرج للدخول إلا بتقديم ما يثبت خلوه من الفيروس كورونا من خلال مسحة سلبية. وإن شاء الله بإذن الله يعني نشهد مباراة يسودها الود والمحبة ما بين الفريقين. معالي السفير، يعني رسالة حضرتك لعيبة النادي الأهلي، وأيضا أنا شايف إن حضرتك بتتمتع بصداقة مع يعني مع الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي الأستاذ طارق قنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. ده شرف لينا، ويعني مين ما بيحبش كابتن محمود الخطيب، ومين ما بيحبش يعني الفن الكرة اللي أمتعنا لسنوات ولسنوات وما زال بيمتعنا من خلال رئاسته للنادي الأهلي. وطبعا بتوجه بالشكر لكل بعثة الفريق نادي الأهلي وبشمهندس خالد مرتجي وجميع الأعضاء المشاركين في البعثة، ويعني نتمنى تكون ليهم إقامة جيدة وممتعة، وإن إحنا دايما جنبهم من الاستقبال حتى المغادرة. وأنا بتشرف دلوقتي حضرتك بنصور في الملعب حيث المران الأول للنادي الأهلي، وبإذن الله يعني يكلل مجهودهم ده بالنجاح وبالتوفيق، وإن شاء الله بإذن الله نرى أيضا مباراة جيدة ترتقي لمستوى وعراقة النادي الأهلي ونادي الترجي. أيضا شكرا حضرتك يا معالي سفير، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. شكرا يا فندم، اهلا بحضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس، ومجهود كبير جدا بيبذل من افراد السفاره المصريه وتذليل كافه الصعاب الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي قبل مواجهه النادي الاهلي امام فريق الترجي في مباراه الذهاب للدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ويعود من تونس ان شاء الله مكلل بالانتصار، وان شاء الله بالتوفيق ايضا في مباراه العوده من ثم الصعود للمباراه النهائيه، وباذن الله التتويج بالبطوله العاشره بمشيئه الله. بشكرك زميلي فاروق صلاح، طبعا شكرا معالي السفير ايهاب فهمي سفير مصر في تونس، وشكرا الحقيقه. يعني اعتقد جولات الاهلي المكوكيه بتاكد طبعا على الدور الكبير اللي بتقوم بيه سفاراتنا في الخارج في تسهيل مهمه وتذليل كل العقبات اللي ممكن تكون بتواجه النادي الاهلي. كل التوفيق للاهلي المصري ان شاء الله في مواجهه الترجي التونسي، وتبقى الحقيقه العلاقات قويه جدا، وعلاقات الموده والترابط بين الاهلي والترجي اثنين من اكبر الانديه العربيه والافريقيه، ونتمنى دايما ان تكون الرياضه واحده من اهم ادوات تقويه العلاقات والتواصل بين الشعوب خصوصا طبعا العربيه والافريقيه. مره ثانيه اهلا بيك يا دكتور وليد. هتكلم معاك سريعا كده على الخطوط العريضه، يعني مش هدخل في التفاصيل قوي يمكن ندخل فيها بعد شويه، لكن الخطوط العريضه لو كلمت على مردود المنتخبات الكبيره بدايه والمرشحه للتتويج باللقب من وجهه نظرك. خلينا اول احيي فاروق على الاداء الرائع يعني، واتمنى له كل التوفيق، عامل شغل هايل من تونس وكل فريق واحد من قناه النادي الاهلي الحقيقه دايما ده مش غريب على قناه الاهلي، واداء الاعلامي خصوصا في المناسبات اللي بتكون خارج مصر بتقدم تغطيه محترمه جدا. المنتخبات الكبيره لحد دلوقتي زي ما لو تفتكر الحلقه اللي فاتت في تقدمه البطوله كان عندنا مجموعه منتخبات مرشحه ومجموعه منتخبات احنا توقعنا ان هي تظهر بشكل جيد كقوه كلاسيكيه بترجع للصوره من جديد. تمام. المنتخبات المرشحه اللي كان على راسها المنتخب الفرنسي قدم اللي ديشامب بيقدمه أو بيشتغل بيه طول فترة توليه لقيادة فرنسا. هو عارف هو منتخب فرنسا كلهم سوبر ستارز وكلهم من أفضل لعيبة العالم في مراكزهم، لكن شكل أداء منتخب فرنسا الفردي ما يخلوش يلعب تيكي تاكا. يعني هو ما عندهوش تشافي وإنيستا مثلا، ما عندهوش زين الدين زيدان، لكن هو عنده قوة بدنية وعنده سرعات وعنده ثبات في المستوى وعنده لعيبه عندها رؤيه ولعيبه بتعرف تتحرك كويس، فهو ما بيعتمدش انه يفتح ملعب ويلعب تمريرات قصيره كتير واستحواذه. امبارح المانيا هي اللي كان معاها الاستحواذ وهي اللي معاها المحاولات اكتر، لكن في الاخر فرنسا بتعرف تلعب على مواطن قوتها ان هي عندها دفاع قوي جدا، خط وسط فيه كانتي فيه الاداء اللي قدمته من وجهه نظرك
ممكن يمهد لها الطريق انها تكون يعني بطله يورو 2020؟ اصل هي كسبت كاس العالم كده ووصلت نهائي يورو 16 كده وخسرت طبعا بمفاجاه قدام البرتغال، فهو دي الطريقه اللي ديشا بيلعب بيها وبيعرف يكسب بيها البطولات. طيب. فتاكد ان فرنسا هتفضل تلعب بالشكل ده لحد النهائي وممكن تاخد طبعا البطوله ودوري. طيب. تعال نشوف ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قال ايه بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا. هل هيمنت فرنسا تماما على مسار المباراة؟ لم نهيمن بصورة كاملة، بل جابهنا منتخبا ألمانيا ممتازا جعلنا نعاني. استحوذ على الكرة أكثر منا، لكننا لعبنا بفاعلية أكبر، لعبنا بفاعلية في الدفاع وهذا مهم. سجلنا ذلك الهدف وكان بوسعنا تأمين النصر بتسجيل الهدف الثاني الذي كان سيساعدنا على اللعب بطمأنينة أكبر في المباراة. أدى اللاعبون مهمتهم، شاركنا في مباراة ذات مستوى متقدم وكانت بحق معركة العمالقة. بوسعنا تقديم أداء أفضل عند حيازة الكرة ولعب أفراد المنتخب بوحدة كبيرة في الأوقات الصعبة، ونجحنا في تأدية المهمة ضد منتخب ألماني ممتاز. هل هو سعيد بأداء المنتخب؟ الفعالية هامة في كرة القدم، ولعبنا بفعالية في الدفاع لأن المنتخب الألماني سبب لنا الكثير من المتاعب، لكننا لم نرتكب أي أخطاء ولم نمنحهم أي شيء. أنا لو مكان شعب فرنسا وعندي التشكيلة دي وحجم النجوم اللي كان موجود في سكواد المنتخب الفرنسي هحاسبك حساب الملاكين بصراحة ديدي، يعني أعتقد أنه يمكن أقوى منتخب من حيث الأسماء والتشكيلة، وصعب جدا 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 على أي مدير فني أنه يحدد مين ممكن يكون أساسي ومين ممكن يكون أوراق بديلة، لأنه الحقيقة سكواد فرنسا ممكن تكون الأقوى على مستوى الأفراد في البطولة. لكن المدهش الحقيقة بالنسبة لألمانيا اللي للاسف شديد، وعايز اخد رايك في جزئيه انه يتم الاعلان قبل بطوله مهمه زي دي على انه البطوله دي هتكون نهايه مشوار يوكيم لوف للقياده الفنيه لمنتخب المانيا وتولي هانس فليك، هل شايف انه ده ممكن يكون ليه تاثير سلبي على مستوى على اداء المانيا في البطوله؟ لا هو بص، ده ممكن يكون عندنا في مصر او في الوطن العربي ممكن يكون مؤثر نفسيا، لكن هم في اوروبا متعودين على كده، يعني الموضوع المواضيع عندهم واضحه والدنيا يعني ما فيهاش اي مشاكل، الناس بتبقى عارفه ان هو ممكن يكمل لحد بطوله معينه او لحد نهايه عقد ويجي له ثقافتهم تتقبل ده، حته التسليم والتسلم دي بسيطه جدا. هانسي فليك قاعد امبارح في المدرجات وعادي من غير اي حرج، يعني ممكن يكون عند لو حصل ده في مصر مثلا ممكن تلاقي المدير الفني لو جاي يتولى ممكن ما يحضرش المباراه يقول لك عشان ما يسببش حرج او ضغط، لا الامور اسهل من كده. لكن هو يوكيم لوف طبعا مع التاكيد انه مدرب عظيم وعمل تاريخ عظيم مع المانيا، لكن في مآخذ كتير بتتاخد عليه في طريقه اللعب. يعني انا شايف امبارح مثلا ان المانيا لعبت 3-4-3، انا شايف ان الطريقه دي مش مناسبه للاوراق بتاعه منتخب المانيا، يعني منتخب المانيا انك تلعب باثنين بس ديفندرات وانت عندك فرصه ان انت تلعب بثلاثه وتمتلك وسط الملعب خصوصا قدام فرنسا، انا شايف ان دي سقطه تكتيكيه من لوف. كمان منتخب المانيا عنده مشكله الحقيقه لوف ما عندوش او ملوش يد فيها انه ما عندوش الهداف. على فكره المانيا ما قدمتش مباراه سيئه ولا حاجه الى حد ما، المانيا كانت جيده. كنت عايز اقوله وحتى الهدف اللي سجلته فرنسا نيران صديقه، يعني بالزبط. غلطه الهاملز طبعا غلطه شاطر بألف كلفتهم الخساره قدام فرنسا، لكن اصل ان فرنسا ما نجحتش في التسجيل على عكس الكلام حتى اللي كان بيقوله ديدييه ديشان انه سجلنا، لا انتوا ما سجلتوش. هي غلطه من مفاجاه ان الاهداف المتوقعه امبارح لالمانيا اعلى بثلاث اضعاف من فرنسا. تمام. فالمانيا لكن المانيا مثلا لو معاها كريم بنزيما امبارح كان كسبت المباراه. أيوة. فدي على الرغم انه على مدار عصور كتير جدا كانت دايما المانيا بتتميز بالمهاجم اللي يخلص. بالظبط. يعني هم يعني مين اللي في تشكيلتهم دلوقتي؟ تيمو فيرنر وطبعا سلسله من الفرص الضائعه مع تشيلسي، وفولاند مهاجم موناكو برضو مش هو اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه كمنتخب المانيا، فانا شايف دي نقطه الضعف الاكبر. عندنا كان عندنا رودي فولر، كان عندنا كلينسمان، كان عندنا كلوزا، كان بيرهوف. عندنا بيرهوف. لا طبعا المانيا ده في القريب، انا مش عايز ارجع طبعًا. للبعيد كمان كان يعني مولر طبعا مولر القديم بقى طبعًا. مش مولر الجديد طبعا. طيب خلينا نشوف يوكيم لوف قال ايه على المباراه في المؤتمر الصحفي ونرجع نقول او نقرا معاك طبعا المباراه دي المواجهه دي رقميا، نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم. أود القول في بادئ الأمر إنها مباراة قوية ومثيرة، أحسن المنتخبان اللعب ولم يتكبد المنتخبان كثيرا من الفرص ولم يهدرا حيازة الكرة.
أعتقد أننا أظهرنا التزاما كبيرا وهيأنا العديد من الهجمات، وأعتقد أننا أدينا مهمة جيدة. عجزنا بالطبع عن إيقاف هجمات المنتخب الفرنسي المرتدة، لكننا أدينا بصورة عامة مهمة حسنة. من المحبط أن تخسر المباراة بنيران صديقة، لكننا نافسنا في المباراة ولعبنا بحماسة كبيرة وتعطش للفوز. الشيء الوحيد الذي افتقدناه هو تسجيل الأهداف، وأننا لم نلعب بالفاعلية الكافية في هذه الناحية، وعلينا العمل لإصلاح ذلك. ما أراه إيجابيا للمباراة القادمة هو الالتزام الذي لعبنا به. تعالوا بقى نقرأ الماتش ده مع دكتور وليد بالأرقام، نشوف كده إحصائية عاملينها لحضراتكم تقول لحضراتكم ترجمة المباراة دي من ناحية رقمية. اتفضل دكتور. هو طبعا لو انت قريت الإحصائيات مستحيل اللي ما شافش الماتش يتخيل ان فرنسا اللي خرج الكسبان، لكن هو ده منتخب فرنسا تاني، بأكد انه مع ديشان هو ده منتخب فرنسا. تمام. هو بيتعامل مع المباراة بهذه الطريقة مثلا. في النهاية ده يحسب لديدي ديشان. طبعا طبعا. هو ذكي جدا على فكرة، وانا ضد التقليل منه كقيمة مدرب، لأن المدير الفني الذكي هو اللي يعرف يستخرج الأفضل أو يلعب بالتكتيك المناسب لإمكانيات لاعبه. طيب. طبعا فرنسا كسبت 1-0 المباراة. الفرص فرنسا تعادل، لكن فرنسا يعني سجلت. من احدى الفرص سجل واحد، ما سجلتش برضه، هو المانيا هي اللي سجلت بصراحه. يعني الواحد ده المفروض يروح في خانه المانيا. يعني حتى برضه اللي ما اتفرجش على الماتش وتقول مات هوملز اللي جاب الجون، فتخيل برضه المانيا هي اللي كسبت، فحاجه غريبه جدا. الاستحواذ طبعا 60-40 لصالح منتخب المانيا. التمريرات الصحيحه كانت 90% لمنتخب فرنسا مقابل 84% لمنتخب المانيا، وكعدد تمريرات منتخب فرنسا مرر اكتر رغم انه استحواذ اقل، لكن تقريبا اقل من الضعف بحاجه بسيطه. ده يديك برضو انطباع، يعني لو هنفسر بقى هنطبق الاحصائيه دي على الجانب التكتيكي، ان لعيبه فرنسا كانت بتلاقي بعض، لكن ضغط فرنسا على المانيا بيخليهم يلعبوا كرات طويله، فعدد التمريرات بيبقى اقل. تمام. فبالتالي رغم الاستحواذ لكن عدد تمريراتهم اقل. عظيم. التصويبات على المرمى 9 لالمانيا مقابل ولا واحده بين الثلاث خشبات. الناحية الثانية 4 تسديدات لفرنسا على المرمى، منهم واحدة بس بين الثلاث خشبات. الكرات العرضية يعني نسبة يعني 6 أضعاف، يعني أكتر من 6 أضعاف، طبعا أكتر من 19 عرضية لألمانيا مقابل 3 لفرنسا. ولا تتخيل 19 عرضية وأنت جنابري، ما هو جنابري هو مش راس حربة طبعا، مولر مش راس حربة، فأكيد مش هيعرف يستغل. لكن لو أنت عندك زي ما اتكلمنا بنزيما مثلا في المنطقة، ولا هالاند، ولا ليفاندوفسكي مثلا بيلعب امبارح بقى في تشكيلة ألمانيا، قصة ثانية خالص. ألمانيا تاخد البطولة يعني. طبعا. فالضربات الركنية برضه بتكملة للاستحواذ الفرنسي الالماني او السيطره الالمانيه، 5 ركنيات لالمانيا مقابل 3 لفرنسا. ودي حط علامه استفهام، يعني نبقى نطرحها بعدين، ازاي دوري زي الدوري الالماني عندك فيه بطل اوروبا زي بايرن ميونخ، زي فرق على مستوى عالي جدا زي بروسيا دورتموند، زي لايبزيج، وما يقدرش يفرز مهاجم قوي في الدوري الالماني؟ لان سريعا هو يعني اقوى 2 مهاجمين في الدوري الالماني هولندي ونرويجي. ونرويجي فدي برضو تدي اكيد. بص الالمان ما بيفوتوش حاجه. في ناس بتسخر من كلمه العقليه الالمانيه، لكن فعلا الناس دي بتشتغل صح، وتاكد ان بعد البطوله دي هتلاقي في مراحل الناشئين مشاريع عشان يطلعوا مهاجم، عشان دي مشكلتهم دلوقتي. صحيح. ممكن تلاقي في كاس العالم مثلا 2030 افضل مهاجم في العالم هتلاقيه الماني، يعني لو ربنا ادانا العمر هفكرك. طيب خليني اخدك واروح لظواهر الجوله الاولى. يعني هل الجوله الاولى بعيدا عن اسماء المنتخبات او اسماء النجوم افرزت ظاهره جديده في عالم كره القدم؟ يعني خلينا نتكلم فنيا، ان بدات طريقه الثلاثه تطول المنتخبات بعد ما طالت الانديه طبعا، يتزعم الثلاثه في على مستوى الانديه كونتي. تمام. مع تشيلسي ومع انتر ميلان، وكسب دوري انجليزي وكسب دوري ايطالي بالثلاثه المدافعين. في البطوله دي بلجيكا مستمره في اللعب بثلاث مدافعين، المانيا امبارح بتلعب بثلاث مدافعين، ودول ابرز منتخبين كبار بيلعبوا بثلاث مدافعين، فده تحول جديد للتكتيك اللي هي 3-4-3 او 3-5-2. من الظواهر برضه الطريقه دي مناسبه لينا. انا مقتنع وليد ان افضل طريقه للكره يعني المصريه هي 3-4-3. فتره انجازات النادي الاهلي كانت بال 3-4-3. اعظم انجازات منتخب مصر كانت بال 3-4-3، لان احنا عندنا بسرعه، مش عايز اطلع من اليورو، لكن احنا عندنا مشكله صعبه جدا في التغطيه العكسيه.
وفي الكرات العرضيه وفي التحولات بيبقى عندنا كثافه قليله في منطقه الجزاء. لما بتلعب بثلاثه مدافعين بشرط ان يكون عندك اثنين ظاهرين زي سيد معوض مثلا ومحمد بركات او زي سيد معوض واسلام الشاطر او زي طارق السعيد، يعني عندك اسماء تقدر تعتمد عليها اللي هو الظهير الجناح ياخد الخط ده. فلو لو عندك ده، لو قدرت توفر الظاهرين دول تاكد ان ثلاثه اربعه عندنا الظاهرين دول عندنا يعني شويه يعني النادي الاهلي مثلا في علي معلول طبعا الناحيه اليمين، هاني مع اضافه لو جه يعني بنتكلم عن النادي الاهلي اعتقد انا شايف ان سكواد النادي الاهلي دلوقتي لو لعب 3 4 3 يعني هيعمل غير طرق اللعب. في حاجه نقدر نقول عليها ظاهره طبعا الاهداف العكسيه، يعني او من المره الاولى في تاريخ اليورو اول هدف يتسجل هدف عكسي ديميرال في مرمى ولاعب يوفنتوس ثاني اللي هو تشيزني اول حارس في تاريخ اليورو يسجل في مرمى الكره لما ردت من القايم وخبطت فيه ودخلت لسلوفاكيا. برضو هوملز طبعا امبارح سجل في مرمى ودي ظاهره، ده حاططها لنوير ولا اجدع مهاجم يعني طبعاً. لا بنزيما ولا مبابي يحطها في الزاويه العكسيه في سقف الجون استاذ بصراحه ده المهاجم اللي المانيا محتاجاه تقيله قوي على اللعيب بصراحه لما فرقته تخسر يعني هدف يسبب خساره طبعا. من الظواهر برضو ان في ازمات بتحصل طبعا ازمه اريكسن الشهيره طبعا ارناوتوفيتش مهاجم النمسا والاهانات العنصريه اللي وجهها لاحد لاعبي منتخب مقدونيا والقصه وهو توقف مباراه على فكره، فدي برضو ازمه من الازمات. الراجل اللي نزل بالباراشوت امبارح في مباراه المانيا وفرنسا دي برضو من اللقطات الطريفه يعني ففي بعض ظواهر طريفه كده. طيب قبل ما اكلمك على اللي كان منتظر من الاسماء اللي من العيار التقيل من سوبر ستارز، خليني اخدك للاحصائيه العامه المرتبطه بالجوله الاولى من بطوله يورو 2020 نقراها مع حضرتك ونرجع نكمل الكلام. يعني عندنا اكتر منتخب عمل استحواذ مش بس في الجوله الاولى ده في تاريخ بطولات اليورو. منتخب اسبانيا عمل 82% تخيل استحواذ قدام منتخب السويد وتبقى برضو مشكله اسبانيا هي مشكله المانيا ان ما عندوش لا فرناندو توريس ولا عنده ديفيد فيا ولا عنده راؤول جونزاليس ولا عنده المهاجم راس الحربه اللي يقدر يتوج له هذا الاستحواذ وهذا التيكي تاكا السلبيه. لان التيكي تاكا اسبانيا زي تيكي تاكا برشلونه دلوقتي اللي هو تمريرات كتير جدا لكن في الاخر ما بتوصلكش لان ما عندكش عندك اجنحه في توريس جناح هايل جدا، عندك وسط ملعب كويس، لكن الهداف اللي هيتحول لك الكور من المنطقه عشان يجيب لك مش موجود. يبدو انه الهداف دي بقت مشكله عالميه. هو ده اللي مخلي بروسيا دورتموند عايز 200 مليون في هالاند. ده اللي مخلي كيليان امبابي رغم من انه جناح يعتبر جناح لكنه جناح هداف فبيطلب فيه مبالغ خياليه. فده اللي مخلي محمد صلاح في توب اللعيبه في العالم دلوقتي على الرغم من انه جناح بس بيعرف يجيب اجوان. فكره ان انت تحول طبعا غير وده اللي خلى المدرب زي بيب جوارديولا ما بيعتمدش على راس حربة صريح خالص يعني كره مانشستر سيتي السنه دي كلها اعتماد على فيل فودن على رحيم ستيرلينج على رياض محرز على جوندوجان هداف الفريق طبعاً. ما تقدرش تقول انه اجويرو او خيسوس كانوا ليهم ازمه عالميه دور صحيح. فاكثر تمريرات صحيحه برضو اسبانيا يعني بتتوج استحواذها لان برضو السويد كانت عامله بلوك ما كانتش بتحاول حتى تضغط ضغط عالي فكانت بتسمح لاسبانيا انها تعمل 860 تمريره بنسبه 92% صحه. اكثر تمريرات بينيه صحيحه برضو هتلاقي أسبانيا. منتخب اسبانيا برضو بسبع تمريرات. الاكثر فرص البرتغال 12 فرصه قدام منتخب المجر وان كان منتخب المجر عمل مباراه عظيمه بالنسبه لي دفاعيا لحد الهدف الاول وبعد كده طبعا قله الخبرات خلته تنهار طبعا ينهار. اكثر تصويب على المرمى منتخب ايطاليا ودي حاجه اعتقد دي اول مره تحصل في التاريخ ان يبقى في جوله كامله فيها منتخبات اكبر منتخب يبقى اكثر تصويب منتخب ايطاليا لان احنا معروف عن منتخب ايطاليا انه منتخب دفاعي وهجمات مرتده لكن مانشيني زي ما اتكلمنا قبل البطوله عمل منتخب ايطالي منتخب مختلف بجلد مختلف بشكل مختلف حتى بيسموه في ايطاليا دلوقتي التيكي ايطاليا يعني اشاره للتيكي تاكا لكن بالطريقه الايطاليه. كره ايطاليا الهجوميه دي تستمر تتوقع انت انها تستمر على مدار البطوله عنده الادوات اللي تسمح له انه دي تكون سمه لعب منتخب ايطاليا ولا عشان قابل تركيا في الجوله الاولى شفنا ايطاليا بالشكل ده كطريقه لعب هو بقاله سنتين ونص بيلعب او ثلاث سنين داخل في ثلاث سنين بيلعب مع ايطاليا بالطريقه دي فايطاليا هتفضل تلعب بالطريقه دي. فكره ان الطريقه دي تكسبه ممكن يجي قدام منتخبات قويه تقفل عليه زي منتخب فرنسا او منتخب البرتغال او المانيا او بلجيكا انا مستني بقى الماتشات دي يا دكتور وليد جايه يعني مستني الماتشات دي يعني ايطاليا فرنسا اسبانيا المانيا
هولندا برتغال يعني الماتشات اللي هي 16 كله تكسير عظام. وبعدين بيتهيألي كمان طول ما احنا في مرحله حسابات النقط اللعيبه بتلعب يعني طبعًا. بنص حموله طبعا، لكن طبعًا. لما نخش في خروج الخسران اعتقد كل منتخب هيطلع كل ما عنده. لا اتاكد ان المستوى هيرتفع تدريجيا، ده اكيد مع الصدمات الكبيره زي ما انت بتقول. أيوه. هنشوف بقى اليورو اللي احنا مستنيينه. السوبر ستارز عندي لعيبه على وزن ليفاندوفسكي، رونالدو، امبابي، كتير يعني عندي مجموعه محترمه جدا من اللعيبه السوبر ستارز. هل شايف ان هم ظهروا قدموا المردود المتوقع منهم، كانوا اصحاب بصمه مع منتخباتهم، ولا كان الاداء باهت؟ طبعا اهم سوبر ستار ظهر في الجوله اللي هو كريستيانو رونالدو، هو نجم الجوله. هدفين في مرمى منتخب عشان كريستيانو المرمى. يعني ما اقدرش اقول ان لوكاكو كمان ممكن يخش، ما هجيبه يعني هيجي في الطريق. بس لازم نبدا برونالدو. يعني ما ينفعش بعد اللي عمله امبارح ويوصل ل 11 هدف يبقى الهداف التاريخي لليورو ويسجل في خمس بطولات متتاليه، واول لاعب يسجل في خمس بطولات ويلعب في خمس بطولات قبل كاسياس، شارك في خمس بطولات لكن لعب في ثلاثه بس. لكن كريستيانو رونالدو لعب، تخيل هذه الاستمراريه، هو ده سر عظمه نجاح كريستيانو رونالدو، ان في استمراريه. هو يا جماعه الراجل ده بيطارد ايه؟ بيطارد الارقام القياسيه. انا بس عايزك يعني تركز لما جبنا اعتقد كانت الماركه يمكن او السبورت، الصوره بتاعه كريستيانو رونالدو وهو مكشر بعد الهدف. أيوه. واخد كده اللي هو الرياكشن اللي هو في تحدي أجلسة. هو الراجل ده محدش كان حاطط عليه اي ضغط قبل المباراه. هو بيقلق لنفسه الضغوط، هو داخل الماتش متخيل ان في حد مهاجمه، في حد مضايقه، في حد معصبه، وداخل ينتقم. داخل ينتقم من حد، شخصيه خياليه هو كونها في دماغه. وداخل يرد عليه، يخلق حافز. هو ده كريستيانو رونالدو، ده حقيقي. هو متميز في خلق التحديات. دي اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها في صحيفه الاسبانيه طبعا. يعني ما فيش حد اللي شتمه في الملعب. أيوه. فيش قبل المباراه حد هاجمه. مباراه مش نهائي بطوله ولا نهائي كاس عالم. لكن الرياكشن ده يقول لك ان هو عمل لنفسه تحدي ودخل كسبه. يا جماعه انا كسبت هذا التحدي. لا طبعا كريستيانو رونالدو ده اصل كل دلوقتي الصحافه في العالم مش بس في مصر واحنا كنقاد، كل لاعب يظهر يقارنوه بميسي وكريستيانو. يا جماعه ميسي وكريستيانو خلقوا اسطورتهم في 13 14 سنه استمراريه في التوب كلاس. بشكل مستمر اللي هو بدون سقوط. كريستيانو رونالدو من 2009 هو وميسي، وميسي يمكن من قبل كده بسنه او حاجه، الاثنين في التوب لحد النهارده 2021. انت تستمر على القمه اصعب بكتير من الصعود ليها. ده اللي نجح فيه كريستيانو وميسي. تتوقع ان نشوف كريستيانو النسخه اللي جايه من اليورو، ولا خلاص دي اخر اليورو هتبقى بعيده؟ يورو الوداع. والله بص مع كريستيانو اتوقع اي حاجه، بس على الاقل اعتقد ان اخر بطوله دوليه ليها تكون كاس العالم اللي جاي طبعا. يا رب يمد في عمره الكروي هو وميسي، يعني نفضل نستمتع بها. قبل ما اسيب كريستيانو، اللقطه بتاعت المؤتمر الصحفي والخسائر اللي بالمليارات اللي نتيجه انه يعني حرك كده فاليو. يعني ده اقتصاد متحرك. كريستيانو رونالدو ده اكتر لاعب مش بس في كره القدم، يمكن اكتر او تاني اكتر لاعب في تاريخ الرياضه اللي دخل له مداخيل من الماركتنج والاعلانات و فده دوله يعني ميزانيه كريستيانو رونالدو بس قد ميزانيه دول متجمعه في افريقيا واسيا. فده يعني تخيل بس عشان يحرك مياه غازيه كده 4 مليار دولار فتنسر يخسرهم 4 مليار دولار. فطبعا لا طب غير كريستيانو مين من السوبر ستارز؟ طبعا لوكاكو اتكلمت عنه، ظهور الرائع قدام منتخب روسيا، وانا متخيل ان لوكاكو هيبقى واحد من نجوم البطوله، وانا متخيل كمان مستقبل واعد لمنتخب بلجيكا في هذه البطوله، خصوصا بعد عوده دي بروين. دخل القايمه الماتش الجاي، وكمان دنمارك مباراه دنمارك، وكمان يعني عوده ايدن هازارد. انا متخيل انه هيبدا يدي المنتخب بلجيكا في الماتشات اللي جايه. فلوكاكو طبعا من نجوم الجوله الاولى، احرز هدفين وخطف الاضواء في المباراه. بقيه النجوم، امبابي عمل مباراه هائله جدا امبارح. ما هدفش، سجل هدف اتحسب اوف سايد، لكن شكل ضغط على دفاع منتخب المانيا طول الوقت. ليفاندوفسكي الظهور مخيب كالعاده مع منتخب بولندا. ليفاندوفسكي ما بيبقاش في التوب فورم زي ما بيعمل مع بايرن. اكتفي بالقدر ده، وسريعا جدا تقول لي ايه اللقاء اللي انت او اللقاءات اللي انت بتنتظرها في الجوله الثانيه من اليورو. مؤكد كلنا باصين على المانيا البرتغال، هو ده المباراه بقى اللي هتحدد مين المنتخب الكبير اللي هيغادر البطوله، باعتبار ان فرنسا خلاص خلصت الموضوع. نورت الدنيا وشرفتنا النهارده في سادسها دكتور وليد. بسعد دايما بوجود حضرتك معانا، وما دام اليورو مستمر احنا كمان مستمرين، وان شاء الله الاسبوع الجاي كلامنا عن اليورو مستمر، وممكن ادخل معانا كمان كوبا تكون الدنيا سخنت شويه. يمكن كوبا امريكا مش على نفس درجه السخونه، بس ممكن على الاسبوع اللي جاي الدنيا تكون سخنت عندهم، يكون لينا تغطيه طبعا فيما يتعلق بماتشات كوبا امريكا. بشكر حضرتك على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه، وان شاء الله اول لقاء لينا هيكون بعد ماتش الاهلي والترجي. ان شاء الله يكون لقاء
احتفالي في جميع الاحوال، كلنا ثقه في النادي الاهلي وفي ابطالنا وفي قدرتهم على التاهل لدور النهائي والنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. تحياتي لكل الاهلاويه، وقابلكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.